رجعنا سريعا، لسه مكملين اكيد معاكم في فقراتنا النهارده في صباح اون تايم. وزي ما شفنا الفقره الجديده اللي تابعناها مع الزميله اسراء شاكر يعني قبل ما نطلع على الفاصل، وكان طبعا معها دكتور ماجي الحلواني، فقره جديده مختلفه اكيد انا بحييها عليها. نروح بقى لفقره برضو مختلفه علينا بشكل كبير جدا، بنستقبل ضيفنا النهارده استاذ محمد عبد الواحد، مصمم ملابس رياضيه وهو كمان طبعا بيشتغل ستايلست، يعني الاثنين. محمد عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا، اظن كمان ان التوبيك ده مختلف عليك انت شخصيا. طبعا احنا بنتكلم عن لبس الرياضه وتيشيرتات المنتخبات، داخلين على امم افريقيا، فبنتناول الموضوع من جهه تانية خالص مختلفه. طبعا اولا ميرسي على الاستضافه، وصباح اون تايم، تملي متالق معاك يا شيما ومع زمايلك. طبعا في مجال الرياضه وتيشيرتات المنتخبات بصفه عامه، اذا كانت افريقيه او عالميه او اوروبيه، فيها تطور بشكل كبير جدا جدا جدا، خصوصا ان اتجاهات الموضه كمان بقت بتاثر بشكل كبير جدا على الازياء بتاعه المنتخبات، وتاثر صحيح. الثقافات بتاعه كل بلد على الزي اللي بتلبسه في البطوله بتاعتها اللي عندك بيمثلها. حق، عندك بالظبط. دايما بنشوف ان دايما دلوقتي يعني او ريسنتلي بقت كل المنتخبات بتحاول ان هي تحط حاجه بتدل على ثقافتها، على حضارتها، على يعني الباك جراوند اللي هي جايه منه بالظبط في التيشيرت بالظبط. اللي بتلعب بيه مبارياتها اذا كانت بقى الهويه الرسميه. دي تبع الالوان، يعني مثلا هنيجي مثلا لو هنشوف نتطرق للمنتخبات الافريقيه، فهنلاقي ان معظم التيشيرتات او القمصان بتاعت المنتخبات الافريقيه بتاخد الالوان الفايرنج اللي هي فيها الاصفر والاحمر والاخضر، ودي الحاجات اللي بتميز الدول الافريقيه او المنتخبات الافريقيه بصفه عامه. ومع الخطوط بقى الابستراكت او الكالتشر بتاعتهم او الموتيفات اللي بيستخدموها صحيح. في ثقافتهم نفسها وحضارتهم، فكل ده بيبقى ليه اثر وانطباع على الازياء اللي هم بيرتدوها صحيح في المناسبات بتاعتهم، اذا كانت البطولات او الدوريات. صحيح. احنا قلنا ان احنا ريسنتلي ابتدينا نشوف ان في اهتمام كبير جدا كمان من مصممين ازياء عالميين، يعني شفنا مثلا ستيلا ماكارتني في فتره من الفترات كانت ماسكه لاين للبس الرياضه بتعمل فيه تصميمات رائعه. مظبوط بنشوف ان اللبس ممكن اصلا انا يعني مش شرط اني اروح بيه الجيم، مش شرط اني انزل اتمرن بيه، انا ممكن بالظبط اخده واخرج بيه عادي. بالظبط. هو ده الاتجاه اللي في العالم كله دلوقتي، ان القمصان او التيشيرتات بتاعه الملابس الرياضيه ما بقتش ليها علاقه بالرياضه اللي اللعيب او الفرقه تلعبها، لا ده هي بقت كمان ايمج ان يقدر يخرج بيها ستريت وير، صحيح. كاجوال وير، يروح بيها النادي، عنده خروجه لايف عاديه، لان هي كان بقت التيشيرتات كمان او الملابس الرياضيه بصفه عامه هي بقت تريندي كمان، يعني صحيح. هي واخده مساحه كبيره جدا جدا وفيها تطوير بشكل رهيب. حتى في الفابريكس اللي بيتم انا لسه استخدامها كنت هقول في التيشيرتس الرياضيه او المصانع الرياضيه، يعني الاول كنا بنشوف ان هي يعني خامات مختلفه. حتى لو رجعنا كده بالذاكره زمان، واحنا اكيد هنستعرض ده خلال بالظبط. حلقتنا النهارده، كنا بنشوف ان تيشيرت مثلا الانديه او المنتخبات تلاقي النص كم واقف هنا عند الكوع ايوه بالظبط وكبير جدا كده بالظبط ومش فاهم بالظبط. هو في لا ايه، دلوقتي بقى الشورت صغير جدا وقصير، بتحس ان في يعني في حاجه مش صح بتحصل. لا دلوقتي خلاص طبعا اتجاهات بقى كمان الفيتد والماتيريال نفسها الدراي فيت، الخاصيات العلميه والتقنيه، التكنيشن نفسه بتاع الفابريك صحيح. اللي هو ازاي بيساعد الرياضي ان هو يقدم بيرفورمانس احسن. وما يظهرش عليه الاجهاد بشكل كبير جدا. الماتيريال طبعا فيها تطوير بشكل خطير يعني، وده بنلاحظه كمان في معظم الازياء او معظم التيشيرتات بتاعت المنتخبات والفرق الاوروبيه الكبيره جدا، طبعا ده بالتبعيه للبراندات او الشركات اللي بتصمم الكلام دوت، صحيح. فطبعا فيها تطور بشكل خطير، وكمان التصميم نفسه والماتشنج بتاع الالوان، طريقه التصميم ازاي، الفيتنج عامل ازاي، الماتيريال نفسها عامله ازاي، والتركيب بتاعها النسجي والمعالجات اللي بتتم في الماتيريال أكيد. كمان، فطبعا بقى فيها طبعا تطور بشكل رهيب جدا يعني. وبنشوف لكل تيشرت غير الهوم والاواي تيشرت الخاص بالفانز المشجعين بالظبط والمشجعات بالظبط والاطفال والكبار، وكل حاجه بيكون ليها فابريك مختلف، بيكون ليها قصه وديزاين بالظبط مختلف. بالظبط. ويمكن ده كمان انتشر في مصر بشكل كبير جدا، حتى صحيح. للفرق كمان الرياضيه بتاعتنا، اذا كان الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او كل المنتخبات اللي او معظم الفرق يعني الاهليه الكبيره اللي في مصر صحيح. وبره مصر كمان، حتى في السعوديه وفي دبي صحيح. وفي اوروبا، بقت تيشرتات الفانز
اللعيبه والمشجعين كل ده بقى منتشر بشكل كبير، وبقت ليهم ستورز كمان كبيره جدا وليها باع كبير يعني. ده حقيقي. كده. طيب محمد، شفت التيشيرت الجديد لمنتخبنا الوطني الاول اللي هيشارك بيه في امم افريقيا، البطوله اللي خلاص ابتدت النهارده او بتبتدي النهارده الساعه 10 بالليل، وان شاء الله اول مشوار منتخبنا هيكون بكره قصاد منتخب موزمبيق ان شاء الله. شفت التيشيرت؟ طبعا رايك فيه ايه؟ طبعا التيشيرت طبعا في اختلاف بشكل يعني بصفه نوعيه بسيطه كده. التيشيرت بيتميز طبعا بلونه الاحمر زي ما احنا شايفين، وفي خطوط سترايب رفيعه باللون الاسود، وعلم مصر بيحلل الكم والنك بتاعت بالظبط كده. تيشيرت سيمبل، وهو معظم الاتجاه دلوقتي على مستوى العالم هو البساطه في تصميم خصوصا المنتخبات، لان ده بيمثل هويه البلد وليه برضو علاقه بالهيستوري بتاعه المنتخب نفسه. يعني احنا منتخب مصر معروف تملي بالتيشيرت بتاعه الاحمر، علامه مميزه يعني. منتخب الفراعنه هو بيبقى لونه احمر وبيبقى بسيط يعني. فطبعا بيدخل في بعض الوان العلم الاسود والابيض على بشكل يعني بسيط بشكل جدا. بسيط كده، صحيح. غير طبعا منتخبات تانية افريقيه بتسبوت على موضوع العلم او الموتيف اللي هم بالظبط كده. لكن احنا برضو يعني المنتخب بتاعنا الزي في كاس الامم زي لائق جدا ومميز جدا جدا جدا، وان شاء الله التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله يشرفنا ويرفع راسنا ان شاء الله في البطوله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. كمان لو لاحظنا هنلاقي ان في 7 نجوم موجودين على تيشيرت منتخب مصر، واكيد دول بيدلوا على 7 القاب اللي قدر ان منتخبنا الوطني الاول يحرزها عبر التاريخ. وطبعا 7 القاب ده رقم قياسي ما قدرش اي منتخب تاني ان هو يقرب جنبه. بالزبط. ويمكن اقرب منتخب لينا هو منتخب الكاميرون معاه 5 القاب. فكره انك بتعتز كمان ان انت يعني صاحب الرقم القياسي، فبتحط 7 نجوم اللي هم 7 القاب على التيشيرت، ده اكيد كان شيء مهم. بنتكلم كمان عن الفابريك او الماتيريال زي ما انت اتكلمت برضه، ان الماتيريال بتكون دلوقتي مختلفه، بتكون بتساعد اكتر الاثليت او الرياضي ان هو ما يكونش بقى مثلا العرق بيتقله، بتشيل ميه كتير. بالزبط. بتكون طيب تعال نروح لتيشيرت الكاميرون اهو قدامنا. طبعا تيشيرت الكاميرون، الكاميرون طبعا طول عمرها مميزه او معروف عنها باللون الاخضر واللوجو بتاعهم او الاكسسوارز بيستخدموها في السليفز مثلا او في الرقبه اللي هي بتبقى الالوان الفايرنج زي الاصفر او الاحمر. فانا بعتبره طبعا التيشيرت الكاميرون ده من التيشيرتات المميزه جدا 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 في البطوله، وبيبقوا لهم ظهور لائق كده ومتميز في الماتشات بتاعتهم يعني. صحيح. طب تعالى نتكلم عن، نرجع مره تانية لتيشيرت منتخبنا الوطني الاول، تيشيرت منتخب مصر، ومدى يعني توقعك ان ممكن يكون في مبيعات للتيشيرت بتاع المنتخب ده بسبب شكله اكيد وبسبب الفابريك. وكمان لو هنتكلم عن تيشيرت لنجمنا المصري محمد صلاح، قد ايه ممكن يكون في مبيعات للتيشيرت ده في الفتره اللي جايه؟ طبعا طبعا نجمنا محمد صلاح طبعا مشرفنا على مستوى العالم كله. تيشيرت منتخب مصر، منتخب مصر خلينا نتكلم ان هو قيمه وقامه كبيره في افريقيا اكيد. محدش يقدر طبعا يجادلنا في الموضوع دوت. طبعا ده هيبقى اندبند على نتائج المنتخب كمان. وانا شايف ان في حاله في في في, في مصر كلها بتشجيع المنتخب، فاعتقد ان ده هيعمل هيسيب اثر كبير جدا على تيشيرتات المنتخب، وهيبقى فيها مبيعات طبعا والفانز بتوع منتخب مصر. وهنشوف بقى الاجواء اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا في البطولات اللي احنا كنا بنشرف فيها البلد. فاعتقد ده طبعا هيسيب باع كبير جدا، وهيبقى فيه ليه صدى قوي جدا يعني في الشارع المصري. طيب تعالى نشوف مع بعض باقي التيشيرتس الموجوده في في المنتخبات اللي بتشارك في امم افريقيا. تعالى نروح لتيشيرت منتخب زامبيا. زامبيا، تعالى نشوفه سوا. يمكن تيشيرت منتخب زامبيا هو من افضل الديزاينز اللي موجوده في الفرق او المنتخبات المشاركه، اهو بالظبط الاورنج في شكل مختلف على هو يمكن تيشيرت منتخب زامبيا او الاوتفيت كله بتاع منتخب زامبيا هو من الاوتفيت القويه جدا في البطوله ديت، اللي هو اللون الاصفر الاورنج شويه ده مع الشورت اللي هو الفراني دوت او الرمادي الغامق جدا، فاللوك لا ممتاز جدا، والسوكس الابيض، فلا الاوتفيت كله متميز جدا 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 لمنتخب زامبيا، وانا شايفه من نهايه من اقوى القمصان اللي هتمثل في كاس الامم الافريقيه 2024. طيب تعالى نشوف كاب فيردي الرأس الاخضر.
كاب فيردي بقى برضو من التيشيرتات المميزه جدا، خصوصا ان احنا كمان في المنتخبات الافريقيه مش متعودين على اللون البلو او صح، الازرق الالوان الغامق ده. الغامقه فانا شايفه ان هو تحفه. حاجه مميزه جدا، وبرضو التصميم بسيط جدا جدا، والباترن اللي موجود فيه محطوط بطريقه مميزه على هيئه سترايب كده، فانا شايفه برضو من والكم التيشيرتات والكول القويه. باللون الذهبي عاملين بالظبط، برضو يعني تاتش مختلف كده، مدي بالظبط، شكل. يعني انا بشوف دايما ان اللون الازرق ده بيتقال عليه رويال بلو، رويال بلو. فهو الذهبي برضو مدي شويه رياليتي اكتر. بالظبط. طيب خليني اسالك برضو عن منتخب مالي، تيشيرت منتخب مالي، تيشيرت منتخب مالي مختلف تماما، الوان بالظبط. كتير، الهوم والاوي، يعني عاملين شغل عالي جدا، يمكن انا بقى يعني من زحمه بزياده. انا بحب المدرسه جدي جدا بقى، يعني انا بحب المدرسه بتاعت اللي هي ان سبوت على الهويه بتاعت البلد، صح، فهم هنا مستخدمين اللوجو الايجل بتاعهم مع اللون بتاع العلم بتاعهم. لا، التيشيرت يتلبس حتى في كوره، يتلبس في خروجه، يتلبس في ايفنت معين، فانا شايفهم برضو من التيشيرتات القويه جدا ودي جدا في الالوان البطوله اللي ديت. دايما بيستخدموها اصلا في لبسهم، بالظبط، او في لبسهم الزي الرسمي بتاعهم، او الزي التقليدي اللي دايما بنشوف الافارقه بيلبسوه في المناسبات، الالوان الكتير مظبوط، اللي فيها اورنج واصفر واخضر واحمر. بالظبط بالظبط، انا شايفه جدا. ففعلا من وكمان الخطوط اللي في الجناب دي بتدي نوع من انواع القوه او الشراسه للمنتخب، فهي ليها دلاله يعني. فانا كانه شردد من الجنب بالظبط كده. كده، صح. بالظبط. طيب نروح لموريتانيا، منتخب موريتانيا، وتيشيرت منتخب موريتانيا اخضر فاتح شويه. هو يعني منتخب موريتانيا كمان حتى سيشن تقديم التيشيرت بتاعهم او الزي بتاعهم من السيشن المميزه جدا، وهو بيزك بس هو سيمبل جدا ولون مميز. هو موريتانيا طول عمرها بتتميز باللون الاخضر ده، فبرضه من التيشيرتات اللي يعتبر من التيشيرتات القويه في البطوله يعني. صحيح. طيب نروح لمنتخب نيجيريا. منتخب نيجيريا، احنا نبص على التيشيرت من غير ما نعرف ده ايه، فنعرف ان ده نيجيريا على طول يعني. اللون الاخضر مميز، والباترن بقى اللي هم بيستخدموها الموتيفات اللي هي الافريكا بتاعتهم، فدي حاجه مميزه جدا جدا لمنتخب نيجيريا، وانا شايفه برضو من اقوى التيشيرت اللي هتبقى في البطوله يعني. صحيح، بس في طبعا زي ما انت شايف في باترن الباترن، مختلفة، بالظبط شكلها يعني برضو بيدل على القوة زي ما بتتكلم. بالظبط، القوة والثقافة بقى بتاعت نيجيريا نفسها يعني. طيب تعال نروح بقى من افضل الديزاينز او افضل التيشيرتس الخاصة بالمنتخبات المشاركة في امم افريقيا 2023 24، فتعال نروح للأسوأ من وجهة نظرك. انا شايف ان انت محضر يعني معانا كام تيشيرت كده شايفهم هم الأسوأ. تعال نبتدي بالكونغو الديمقراطية، نشوف تمام، معاكم تيشيرت الكونغو الديمقراطية، ماشي، شايفوا تمام. الأسوأ ليه؟ هو مش بلاش نقول هو الأسوأ، هو الأحمر بصراحة، العادي. الأحمر مع البيبي بلو ده هو مش الماتشنج بتاع راكب الألوان، مش خالص. راكب. بالظبط، هو مش بلاش نقول الأسوأ، بس هو العادي يعني، أو هو ما فيهوش أي نوع من أنواع الفاشون أو الـ أو الـ أو التناسق يعني. تيشيرت بيزك جدا، حتى استخدام الباترن أو الموتيفات اللي موجودة على التيشيرت يعني تحس إن في لخبطة شوية في تكوين وتصميم التيشيرت يعني يعني. هم قصدهم ان هم اكيد يحطوا الوان العلم، ولكن هم مثلا مزودين في الاحمر زياده، كان بالظبط ممكن يكون الاحمر باقل شويه، بالظبط كان ممكن يستخدموه مثلا في الكول وفي النك بالظبط يعني، وفي بالظبط، الدراع يكون مظبوط بشكل كده. اقل شويه. مع الاصفر اللي مكتوب بيه النمبرز بتاعت التيشيرت، فتحس ان في يعني ما فيش تناسق كبير في التيشيرت. في الالوان. صح. بالظبط. طيب تعالى نروح لمنتخب انجولا، منتخب انجولا يعني، صغير عجبني. خلينا نقول ان هو ما فيهوش برضه تجديد كتير قوي. انا يمكن اعتراضي الوحيد على باترن الموتيفه الموجوده، على الكم، انها سبوتي قوي على الكم، بخلاف الباترن اللي هي زي اللي العلامه موجودة المائيه اللي كمان، موجوده على الفرونت، فتحس ان زحمة شوية. بالظبط كده، بالظبط. فهو كان عايز يبقى فيه سيمبل اكتر من كده يعني شويه، يا ده يا ده من يا ده يا وجهة ده، نظرك. بالظبط كده. طيب اللي بعديه كوتيفوار. كوتيفار، منتخب الكوت ديفوار طبعا احنا عارفين ان هو مميز باللون الاورنج يعني، بس انا حاسس حتى ان الفيتنج بتاع التيشيرت مش مظبوط قوي في الـ في الـ في طريقه التلبيس. التيشيرت بيزك جدا طبعا، هو الترندي في معظم التيشيرتات المنتخبات هو الاسترايب، فحتى هنا الاسترايب ما كانش عليه سبوت كبير قوي ان هو ازاي يعرفوا يعملوا شكل للتيشيرت يسبوتوا فيه شكل الديزاين بشكل مميز يعني. فانا يعني شايفه ان انت هو شايف كان المفروض
المفروض ايه اللي يتبدل فيه مثلا؟ لا يعني ممكن مثلا الـ 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 الحليه اللي موجوده في الكم دي كانت المفروض تتعمل بلون غامق، وتملي الحليه او الـ 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 الاسوره بتاعت الكم او النك بتفضل ان هي تكون اغمق اغمق من عشان اللون، تسبوت او تبريزنت التيشيرت تعمل بشكل فريم افضل. يعني بالظبط للتيشيرت. بالظبط بالظبط. ماشي، اللي بعدين. طيب منتخب ده موزمبيق. منتخب موزمبيق اللي هنقابله بكرة ان ان شاء شاء الله. الله ان شاء طيب الله. هم عاملين زي ما انت عايز اهو، فريم بلون اغمق شوية، بس انا بس شايف ان هو بيزك زيادة عن بيزك اللزوم. خالص. اما احنا قلنا بلاش كلمه الأسوأ، هو تيشيرت عادي يعني ما فيهوش، ما يلفتش النظر، ما يلفتش الانتباه، هو تيشيرت عادي الاقل جدا، جاذبية. الاقل جاذبيه. مظبوط كده. تبعنا الافضل في التيشيرتس من وجهة نظرك، وكمان تبعنا الاقل جاذبية من وجهة نظرك. محمد، هنطلع سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع وهنكمل كلامنا مع محمد عبد الواحد، مصمم الملابس الرياضية والستايلست، اللي بيكلمنا النهاردة عن يعني ابرز واهم يعني التيشيرتس والديزاينز اللي موجودة في بطولة كاس الامم الافريقية في النسخة الحالية. رجعنا سريعا، لسه مكملين كلامنا مع محمد عبد الواحد، مصمم ملابس الرياضيه والستايلست، اللي بيكلمنا النهارده عن الستايلينج بتاع بطوله الامم الافريقيه، اللبس والتيشيرتس بتاعت المنتخبات وازاي هي بتكون لايقه على بعضها من وجهه نظره. كمان تابعنا التيشيرتات الافضل والتيشيرتات الاقل جاذبيه زي ما وصف لنا. تعالوا بقى دلوقتي نروح مع محمد عبد الواحد لتيشيرت منتخبنا الوطني الاول عبر التاريخ. تعال تمام. نبتدي من التيشيرت الخاص بالمنتخب سنه 1924 و20، وتقول لي رأيك فيه ايه وكنت شايفه ازاي. يلا بينا. تمام. خلينا نتكلم برضو احنا بشكل، مش هنتكلم يعني على الالوان عشان لا مش هو هنتكلم حلو بس خلينا نتكلم بشكل واقعي، ان برضو طب فكرة يا جماعة الاسترايب، نزوم شوية. فكرة الاسترايب سنة 24 دي برضو كانت حاجة يعني في صناعة الملابس كانت حاجة قوية جدا يعني. المخطط بالطول. المخطط بالطول. فما كانش برضو التطور الملابس او الطباعه او النسيج، كان ما كانش صحيح. فيه الازدهار ده، فطبعا ده في ده الوقت كان ده كده او في سابق الزمن ده عصره. طبعا 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 حاجه كانت قويه يعني. طيب تعال نشوف تيشيرت منتخب مصر 1928 والتطور اللي حصل من الوقت ده في الاربع سنين، يعني من بالظبط. 24 ل 28. خلينا نتكلم برضو ان في الحقبه ديت او في الوقت دوت كانت اللياقات الكبيره موضه. موضه جدا، فطبعا وده هم كان استغلوها. برضو بيرفلكت على شكل التيشيرت بتاع بالظبط المنتخب، بالظبط بينعكس بالظبط. عليها غير ايام موضه الشارلستون بالظبط والياقه الكبيره بالظبط والشعر الكتير مظبوط. ده. فكان ده بيأثر برضو على اللبس بتاع النوادي والمنتخبات. حتى لو لاحظنا حتى الفت نفسه، الماتيريال هي اللي بتساعد الفت بتاع التيشيرت يتعمل ازاي، اذا كان يبقى سليم، ريجولار، بس لوز. واضح ان هو سليم، وان الشورت الشورت هو بقى كان واسع وكان طويل، كان بالظبط لسه ما قصرش. بالظبط. تعالى تعالى نروح لسنة 1934 34 نشوف التطور اللي حصل في الست سنين دول. الدنيا هنا بقى التيشيرت فيه باندا، يعني شبه شوية التيشيرت البولو. الشورت يعني بقى فيه بس نوع. وسليم فيت برضو، بالظبط كده، الشورت ضاق ابتدى شوية، بالظبط كده. هو بقى هنلاقي وقصر شوية. واحنا بنستعرض هتلاقي ان الازياء ماشيه مع الحقبه الزمنيه اللي هي فيها، بالظبط. ايوه. لان تطوير الماتيريال، خلي بالك او الناس تخلي بالها ان دي اهم حاجه في تطوير الملابس الرياضيه صحيح. هي طيب الماتيريال. دي 1957 وما فرقتش كتير، برضو نفس بالظبط. شكل البولو للبولو ونفس شكل والشورت الشورت الابيض. تقريبا، بالظبط مش فارق بالظبط، كتير. مش فارق طيب كتير خالص. 1959 الفينك بقى، يعني والشورت يعتبر قصر شوية. بس انا بعتبر ان دي كمان يعني مش بلاش، دي اقل جاذبيه للبس منتخب مصر عبر ال كان فيري لان بيزك. فيري بيزك جدا، ويعني حتى ما فيش لوجو، ما فيش حليه في الموضوع، ما فيش اي حاجه تبريزنت شكل التيشيرت ان ده تيشيرت رياضي على الاقل. صح. طب اللي بعديها سنة 1959 64. تمام. برضو نفس الحكاية. لبس بيزك جدا جدا، طبعا احنا مش قادرين نحلل الالوان لان الصور طبعا بالابيض والاسود. لكن هو برضو احنا ماشيين في نفس الفت
هنا بقى هنا ابتدينا بقى فرق مختلف تماما. ده في منتخب علم مصر 90 في ده. علم مصر، في شورت اهو بقى قصير جدا بقى اللي كنا بنتكلم عنه ده، بس خلي انا بالك شايفه ديزاين هايل. خلي بالك في 90 دور، لو احنا برضو رحنا لمنتخب المانيا في نفس الوقت هنلاقي ان منتخب المانيا في نفس الوقت التيشيرت بتاعه كان شبه شويه تيشيرت منتخب مصر، اللي هو العلم اللي موجود على تيشيرت المنتخب، ومعمول بشكل حلو قوي يعني، جدا بشكل جدا فني رائع توظيف بصراحه. الباترن بعلم مصر مع التيشيرت مع الثلاث خطوط اللي موجودين وهي في مش جايه الشولدر. مثلا في ستريت لاين، لا ده لا هي لا ماشيه بشكل فيها معين. ابستراكت معين كده، فمدي نوع من انواع الجمال في التيشيرت يعني. طيب سنة 1990، أنا بالنسبة لي 1990 ابتدت بقى الدنيا تحلو قوي، لكن ده سنة 1994 حاسة إنه أقل جمالا اقل من سنة اقل خلي بالك هنا 1990. هو مش اقل جمال، هو بس فكره برضو ان الشركه الراعيه او الاعلان واخدة العمومي مكان كبير قوي. واخده هي التيشيرت كلها يعني. ده التيشيرت فعلا فهي دي اللي عامله الازمه الكبيره في التيشيرت. لكن هو مبوظة التيشيرت شكل برضو التيشيرت. لكن هو التيشيرت الاحمر المميز بتاع منتخب مصر يعني. طيب الدنيا هنا ابتدت بقى هنا تبان بقى ابتدينا بقى في ماتيريال تانية، وابتدينا صح في باترن تاني، سنة 2000 منتخب 2000. وابتدينا في فيت تاني خالص. كان لوك من اقوى اللوكس اللي خرج بيها منتخب مصر يعني، صح طفرة يعني كان ساعتها يعني. فانا شايفه برضو ده من اميز القمصان ورجع والتيشيرتات الشورت وسع تاني ونزل عند الركبة. بالظبط بالظبط. بس حتى هو في تناسق بين الفيت فوق وتحت يعني، ما تحسيش ان الرقم لونه ابيض تحت، بالظبط تشورت احمر ابيض حاطين الرقم احمر بالظبط زي التيشيرت اللي فوق احمر. بالظبط. فعلا في اهتمام فالدنيا فيها بتناسق الالوان بالظبط بشكل كبير قوي. بالظبط كده. ماشي اللي بعديها سنة 2002 2002. ده كده يعني، 2002 ده كان بس خرجنا عن الفيت هنا المألوف. صعب جدا يعني، خرجنا عن المألوف وسع بقى قوي شوية. من فوق ومن تحت، وتحس ان واختيار هو اللون، واختيار اللون اختيار كمان اللون كان بعيد تماما. كان بعيد تماما. يعني كان المفروض كان يبقى ده زي الاحتياطي او الاواي. البديل. لكن بس تصميم التيشيرت برضو يعني علم مصر على الشولدر هنا من فوق، مدي برضو روح فيه علم مصر، مع طبعا الاعتراض على شكل الاعلان ان هو واخد مساحة كبيرة جدا جدا بس خلي بالك في المشكله التيشيرت بس مش في الشكل الاعلان، المشكله كمان في الفيت، في الـ يعني تحس ان ده مش يعني كابتن بالظبط احمد حسن اكيد مش ده مثلا مقاسه يعني، تحس ان بالظبط هو مثلا لابس لارج بالظبط وهو المفروض يلبس سمول. بالظبط التيشيرت نفسه الفيت بتاعه النص كم معدي الكوع. بالظبط كده. هو ده بقى برضه بيرجع، خلي بالك تصنيف المنتخبات بيفرق جدا مع الشركات اللي بتصمم الازياء، فالتصنيف بقى ومين الشركه اللي بتشتغل على الكلام دوت، فكل ده بيفرق في الاهتمام بتنفيذ صح. وتصميم التيشيرت طيب يعني. ده منتخب نروح مصر بقى 2004. ل 2004. ده يمكن شبه شويه برضو 2002، ما بعدناش كتير قوي، نفس اللون الاخضر تقريبا. هنا خرجنا بره هويه علم مصر شويه، ما بقاش فيه سبوت على علم مصر بشكل كبير، صحيح. فبرضو شايفه من التيشيرتات البيزك جدا يعني، اللي هي الناس ما تفتكرهاش حتى. رجعنا للتيشيرت الاحمر مره بالظبط تانية في 2006. 2006. 2006 و2008. بص التيشيرت ده كان وشه حلو علينا، كان وش خدنا حلو علينا 3 امم افريقيا بالظبط متتاليه ورا بعض. شكله احلى بكتير يعني، الكم في مكانه، بالظبط التيشيرت فت على شكل بالظبط. اللاعب. وده يمكن شبه كمان تيشيرت منتخب مصر في 2000 يعني، لو قارنا ما بين 2000 وما بين 2006 هنلاقيه في تناغم كبير وفي طيب شبه كبير ما تعالى بينهم نروح يعني. ل 2008. 2008 2008 برضو هو ما فرقش بالظبط حاجة بالظبط خالص. نفس الفت ونفس تعالوا ندخل الشكل بقى على يعني بعد ما تبدل بشكل كبير شكل تيشيرت منتخبنا الوطني قوي، تعالوا ندخل مثلا على سنة 2017 نشوف التيشيرت كان عامل ازاي. هنا بقى اختلف تماما، الدنيا اختلفت الكم تمام. لون، كم التيشيرت السليفز بقى لون. باللون الاسود، والباترن اللي موجود على التيشيرت من قدام، انت ايه السوكس. رأيك في الاسود الدخوله بشكل كبير كده مع الابيض والاحمر؟ هو يمكن اللي عامل ازعاج في الصوره هنا شويه هو المانيكان، لان المانيكان دراعاته سودة، لكن هو لو ما فمحسسك ان هو بكم يعني. تحس ان هو بكم، لكن هو التيشيرت لا، من التيشيرتات المميزه جدا. و طب تعالوا نشوف 19، انا بحبه ده جدا بقى يعني. ده احنا رحنا بقى في حته تانية، باترن شيك الباترنز فت. الويفز اللي موجوده بتاعت الباتر معموله بشكل جميل، التناسق الفيت نفسه كمان، واستخدام الماتيريال الشورت نفسه. لا هنا كانت الدنيا مختلفه تماما يعني. نروح ل 2021. هنا بقى
احنا زي ما بيقولوا في حته تانية بقى شويه، يعني الماتيريال، استخدام النمبرز على التيشيرت، القصه اللي موجوده في الشولدر، لا هنا ابتدينا نحط على الويس السليم او على التراك السليم، يعني في لبس المنتخبات ومنتخب مصر بصفه عامه. صحيح، واكيد يعني بما اننا بنتكلم عن الازياء الخاصه بمنتخبنا الوطني الاول، بنتمنى له كل التوفيق ان شاء ان الله شاء في الله مستهل مشواره بكره قصاد ان منتخب شاء الله موزمبيق ان في شاء الله ضربه البدايه في مشوار باذن الله اكيد تعالى. الخاص بامم افريقيا الكان او الافكون، باذن الله تكون يعني من نصيبنا التامنه، إن شاء وباذن الله الله ان شاء الله المنتخب يقدم اداء مشرف يليق باسم مصر وباسم الكوره المصريه اللي اكيد ليها صولات وجولات في كل المحافل الافريقيه والعالميه. محمد عبد الواحد مصمم الازياء الرياضيه، بشكرك جدا على وجودك معانا، واكيد ان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية على مدار بقى الاسابيع والشهور إن اللي شاء جايه الله فيما يخص اكيد الملابس الرياضيه وملابس المنتخبات بإذن الله والبروجكتس الجديده اللي انت هتكون اكيد يعني إن شاء على الله راسها فيما يخص بقى الرياضه وقطاع إن شاء الرياضه الله إن المصريه. شاء الله. بشكرك جدا على وجودك سعيد، معانا، نورتنا، وصباح الفل عليك. ميرسي، صباح الفل اكيد على كل مشاهدينا مره تانية، اشوفكم ان شاء الله على خير بكره في نفس التوقيت الساعه 10 الصبح وحلقه جديده من صباح اون تايم.